قناتنا دلوقتي جه ميعادنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري، ونقرأ خبر بعنوان الرئيس يلتقي رئيس وزراء بريطانيا، التوافق حول تضافر الجهود المشتركة لتسوية الأوضاع في ليبيا. جونسون: نعول على دور مصر كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا وكذلك قمة بريطانيا إفريقيا للاستثمار. وكان الرئيس قد التقى أمس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وذلك بمقر رئاسة الوزراء في لندن. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية مغلقة تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس للندن مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أشاد جونسون برؤية الرئيس الاستراتيجية في مجال التنمية والتي حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكدا دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره للقاء برئيس الوزراء البريطاني مشيدا بالزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من الانخراط لبريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جميع الجوانب للأزمة الليبية. أيضا من موقعنا موقع صدى البلد نتابع خبر بعنوان اليوم جولة جديدة للتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة بالسودان. تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اليوم وعلى مدار يومين الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاثة مصر السودان إثيوبيا، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن. وأوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيانها أن الاجتماع التشاوري المشار إليه يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن على مدار الأيام من 13 وحتى 15 من يناير الحالي برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الاجتماع يأتي كالتزام من الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. ننتقل مع حضراتكم إلى بوابة الأهرام ونقرأ خبر بعنوان أبو العنين رسالتي خدمة أهالي الجيزة وحل مشكلتهم. استقبل أهالي الجيزة رجل الصناعة محمد أبو العنين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشحه للانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة وسط فرحة عارمة. بدأ أبو العنين جولته بالالتقاء بأهالي البكباشي والقصبجي ومساكن السقية وسط
حشود كبيرة من أهالي القريتين، وحرص أبو العنين على الحديث مع الجميع والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم. وأكد الأهالي سعادتهم بعودة رجل الصناعة محمد أبو العنين للحياة البرلمانية، مشيرين إلى أنه رغم كونه لم يكن نائبا طوال السنوات الماضية، لكنه لم ينقطع عنهم بتواصله وخدماته لأنه واحد من أبناء الجيزة. وأكد أبو العنين أنه يبادل أهالي الجيزة حبا بحب وتقديرا بتقدير، موضحا أن رسالته خدمة أهله وناسه في الجيزة وحل مشكلتهم. وعبر النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة عن تأييده لأبو العنين، مؤكدا أنه سيعمل معه يدا بيد من أجل النهوض بدائرة الجيزة، وقد حرص على مصاحبته خلال جولته الانتخابية. وننتقل إلى موقع المصري اليوم، ومنه نقرأ خبر بعنوان: مدبولي وسبعة وزراء يفتتحون فعاليات معرض الكتاب بمشاركة 40 دولة. يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ظهر اليوم الأربعاء بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بحضور 7 وزراء. وفي اللحظات الأخيرة تم التأكيد على مشاركة دولتين هما أوكرانيا وجنوب إفريقيا، وبذلك يرتفع عدد الدول المشاركة ليصبح 40 دولة بدلا من 38 دولة. وسيشهد الافتتاح عدد من السفراء على رأسهم سفير دولة السنغال ضيف شرف المعرض هذا العام. وأقرت هيئة الكتاب بالتعاون مع هيئة النقل العام بزيادة عدد الحافلات لنقل زوار المعرض إلى 100 حافلة تتحرك من كل الميادين الرئيسة بالعاصمة إلى مقر المعرض بالتجمع الخامس. المعرض يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب. وقد انطلق هذا العام تطبيق إلكتروني على الموبايل باسم معرض القاهرة الدولي للكتاب، يحمل برنامج المعرض وأنشطته الثقافية فضلا عن أسماء الكتب المعروضة ودور النشر الموجودة بها. ويضم المعرض في دورته الحالية 808 أجنحة بزيادة 86 جناحا عن الدورة 50 في العام الماضي، ويشارك 900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية فضلا عن 99 وكيلا لدور النشر العالمية بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضي من 38 دولة. فيما يشارك في الفعاليات 3502 مشارك في هذا المعرض. ننتقل مع حضراتكم من موقع المصري اليوم إلى موقع اليوم السابع لنقرأ خبر بعنوان: طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا وورقيا. يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام اليوم الأربعاء امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيا وورقيا. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة الامتحان ستكون عبارة عن اختيار متعدد يقيس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب، مضيفة أن امتحان الكيمياء يتكون من 30 سؤالا، كما أن امتحان الجغرافيا أيضا يشمل 30 سؤالا، حيث تم إعداد الامتحان وفقا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح. أيضا من موقع اليوم السابع نتابع خبر بعنوان: التموين تعلن إطلاق عروض الأوكازيون الشتوي عام 2020 الاثنين المقبل. تنطلق عروض الأوكازيون الشتوي لعام 2020 اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعان. وعلى من يريد المشاركة في الأوكازيون التوجه مسبقا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وكان الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية
خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها أو يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقة وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين. كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوي من أجل تخفيف العبء على المواطنين. عند هذا الخبر بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة يا محمد. دلوقتي بقى